Hello everyone. Okay, this time it's about the legato and the strings, especially if you have the expressive strings, EX188, EXS188. So I'm gonna do it very quick also. لكن عملها شغلة سريعة. هذا اللي عنده برنامج الاكسبرسيف سترينجز ان كان بالكرونوس او ناتوليس نفس الحركة. والسؤال انه بالنسبة للليجاتو في عندك ليجاتو اب وداون، بدي افرجيكم بس شغلة صغيرة اللي هي بس الليجاتو الطبيعي. فإذا تلعب انت طبعا كمانجات حلو، بس ما في احساس انه مزبوط في وتر. اذا بدي العب هلا انا عندي بالبيتش على اليمين مثلا، او طبعا بتقدر تتحكم قديش بدك انت الليجاتو يمد او يكون قصير. يعني بدي العب هلا هون، ارجع عيدها، او اذا بدون ليجاتو بيطلع الصوت طبيعي بس مش اصلي. اسمعوا الفرقيه، او فشكرا جدا. هيك بيكون انتو سمعتوا كيف الصوت بين بدون ليجاتو او مع ليجاتو ببرنامج 188 اللي هو الاكس اس اكسبرسيف سترينجز للكرونوس وناتروس. شكرا.